بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل محاضراتنا في تصنيف الحشرات، وهذه هي المحاضرة الثانية والتي تتضمن دراسة للأدفانسد إنسيكتس أو الحشرات المتقدمة، حيث أننا تناولنا في المحاضرة السابقة الرتب التابعة للحشرات الابتدائية أو Primitive Insects أو الحشرات غير المجنحة الأبتريغوتا. في هذه المحاضرة ستناول رتبتين، الرتبة الأولى أدخلناها للمحاضرة للتمييز أو لتوضيح العلاقة ما بين الـ Primitive Insects والـ Advanced Insects، وهي رتبة ذبابة مي أو الإفيميروبترا. ذبابة مي أو الإفيميروبترا هي نوع من الحشرات التي تمتلك في الأغلب على زوج من الأجنحة، أما الزوج الثاني فعادة ما يكون صغير جدا أو شبه مضمور، وعادة ما يكون أو ما تتشابه مع الـ Primitive Insects من أن لها زوائد بطنية طويلة في نهاية البطن، سواء كانت بالنسبة إلى الطور البالغ أو الطور غير البالغ. ومثل ما نشاهد في الصورة، لاحظ أنه الطور غير البالغ إلى ثلاث زوائد بطنية مشابهة إلى ما في الثايساينورا التي تناولناها في المحاضرة السابقة، كذلك بالنسبة إلى الطور البالغ. هذا ما يعني أنه في بداية سلم التطور بالنسبة إلى الـ Advanced Insects أو الحشرات المجنحة، فإن رتبة الـ Ephemeroptera جاءت من تطور للحشرات غير المجنحة بامتلاكها الأجنحة. فرتبة ذبابة مي هي الرتب أو أولى الرتب المجنحة، وسلم التطور يبين ذلك، وصفاتها مثل ما لاحظنا بالصور السابقة، صور صفات واضحة من خلال الزوائد البطنية، من خلال امتلاكها للأجنحة، ومن خلال قابليتها على الطيران، امتلاكها للعيون المركبة، وكثيرة من الأمور أو كثيرة من الصفات التي تتميز بها الحشرات المجنحة يمكن أن تتواجد في حشرة ذبابة مي أو رتبة الإفيميروبترا. وعلى هذا الأساس يمكن القول أن رتبة ذبابة مي هي الرتبة التي جاءت نتيجة التطور، وهذا هو حال كل الحشرات، أي أنه سلم التطور معنى ذلك أنه مقدار التطور الجاري على الحشرات غير المجنحة باتجاه السلم إلى الأعلى، أي أنه لو قارنا ما بين رتبة ذبابة مي ورتبة الجراد على سبيل المثال، نلاحظ أنه رتبة الجراد هي أكثر تطورا من رتبة ذبابة مي. مقدار التطور طبعا مثل ما يفسره الانتومولوجيست أو علماء الحشرات على أنه مقدار عدد الخلايا العصبية في الدماغ، وكلما كانت عدد الخلايا العصبية في الدماغ أكثر كلما كان التطور أكثر، وكلما كانت الحشرة يمكن أن تكون أشبه بالحشرة الذكية أو الحشرة الفاهمة لبعض ومن خلال تكوينها العلاقات فيما بينها، وهذا ما موجود طبعا في كثير من الحشرات وخاصة في نحل العسل وغيرها من ذبابة مي. تكون أو ذات معيشة جدا قصيرة، وعادة ما تقضي فترة الطور غير البالغ في داخل الماء لسنة أكثر من سنة، وبعدين تخرج الطور البالغ اللي عادة ما يكون الأجزاء الفمية مضمورة، لذلك عمر الطور البالغ عمر قصير جدا. وعلى هذا الأساس واللي قصر عمر البالغ وللحفاظ على نوع هذه الحشرة، فكانت هناك بعض التحورات في الجهاز التناسلي،
حيث أن الجهاز التناسلي فيها بالنسبة للذكر هناك 2 penis، وبالنسبة للأنثى هناك 2 common opening. من خلالها راح يكون هناك فرصة لتلقيح أكبر عدد من البيض. فترة أو عمر طور البالغ ما يتجاوز 72 ساعة، بعدها تموت الأطوار البالغة لتواصل الأطوار غير البالغة، ولتواصل طبعا البيوض بعد وضعها من الأناث إما على سطح الماء أو على النباتات القريبة من المياه الجارية أو البيئة المائية، وتخرج بعدها تفقس البيوض عن حوريات تنزل إلى الماء لتقضي فترة السنة وأكثر من سنة، وبعدين تمر أو تواصل دورة حياتها. هذا بالنسبة إلى الحقيقة الإفيميروبترا، ولكون يعني أجزاء الفم المضمورة فحشرة الإفيميروبترا بالطور البالغ غير مؤذية غير ضارة، بالعكس يمكن أنه تكون ومثل ما يقال حشرة الإفيميروبترا وخاصة بالنسبة إلى الطور غير البالغ يمكن أن يكون مفيد بالنسبة للصيادين، حيث أنه كثير من المعامل صنعت حوريات الإفيميروبترا على شكل بلاستيك ويمكنها توضع في مكان الصيد بالنسبة للأسماك في أدوات الصيد، فيوهم الأسماك بأنه على أساس أنه حورية لذبابة مي فمن خلالها تصطاد الأسماك. الرتبة الثانية وهي الرتبة الكبيرة والرتبة المعروفة بالنسبة إلى كثير من الناس، كثير من خاصة المزارعين في البساتين، حيث تتواجد رتبة الرعاشات بأعداد كبيرة في البساتين عنها في غير في المدن، ولو أنها موجودة هي عادة في المدن أيضا، بس في البساتين عادة ما تكون وجودها بأعداد كبيرة. رتبة الرعاشات رتبة تضم الدامسل فلاي والدراغون فلاي، أو تضم الرعاشات الكبيرة والرعاشات الصغيرة. الميزات العامة لرتبة الرعاشات، هناك ميزات جدا واضحة بالنسبة لرتبة الرعاشات، ولا يمكن أن الواحد يكون في وهم أو يكون في شك من أنه هذه رتبة رعاشات أو ليست برتبة الرعاشات. من أهم الصفات هي أنه عادة ما تكون الأجنحة بالنسبة لتلك الحشرات ممتدة إلى الجانب أثناء الوقوف أو أثناء الراحة، أو أن تكون منطوية على الظهر، وطبعا مثل ما عرفنا من السلايد أو الشريحة اللي قبل أنه هناك دامسل فلاي وهناك دراغون فلاي، أو هناك الرعاشات الصغيرة والرعاشات الكبيرة، وممتدة إلى الجانب في الرعاشات الكبيرة، وممتدة ومنطوية على الظهر في الرعاشات الصغيرة، لأنه الجناح بالنسبة إلى الثنين سواء كان الرعاشات الصغيرة أو الكبيرة عادة ما يتميز بميزات. من أهم تلك الميزات هو التخصر الموجود في منتصفها تقريبا، في منتصف الجناح تقريبا، هذا التخصر يدعى بالنودس، بالإضافة إلى البقع العينية والتي عادة ما تكون في طرف الجناح بالقرب من الطرف الأوتر أو الطرف الخارجي، وهذا ما راح نشاهده إن شاء الله بالكلام القادم. أجزاء الفم في الطور البالغ وحتى الطور غير البالغ هو من النوع القاضم، وتستطيع الحشرة أن تقضم إما أن تكون مفترسة وأن تكون نباتية، وعادة ما تكون الفكوك بها قوية مما دفع البعض لأن يكون مفترس، يعني هناك البعض قد يكون يتغذى على النباتات. الأطوار الحقيقة البالغة هي أطوار عادة ما تعيش على اليابسة متنقلة بين النباتات، إلا أن الأطوار غير البالغة عادة ما تكون أطوار مائية وتقضي فترة طويلة في داخل الماء، مشابهة بذلك ما مر في
رتبة الإفيميروبترا أو رتبة ذبابة مي. أجزاء الفم في الحوريات متحورة وخاصة الشفة السفلى أو الليبيوم، حيث يكون في نهايتها حاوي على تو هوكس أو ما يشبه المخلبين اللي من خلالهم تستطيع الحشرة أن تفترس أو أن تمسك بالفريسة، وخاصة في حوريات الرعاشات الكبيرة. حوريات الرعاشات الكبيرة حوريات قوية، سواء كانت بالسباحة أو سواء كانت بامتلاكها للقوة في مسك الفريسة. والحوريات على هذا الأساس فيمكن أن يقولوا أنه حوريات ذات فائدة بالنسبة إلى مربي الأسماك. يعني حوريات الـ أو الحور سوري الحوريات الأودناتا يمكن أن تكون ضارة بالنسبة إلى مربي الأسماك، وهذا راح نجي له أيضا نتكلم عنه على الكلام القادم. تنقسم هذه الرتبة إلى رتبتين أو رتيبتين أساسيتين، هما رتبة الرعاشات الكبيرة واللي تدعى بالأنيسوبترا، وتحوي على عدد من العوائل الحقيقة، إلا أنه طبعا من غير الممكن أنه نأخذ كل العوائل، نأخذ العوائل اللي موجودة عندنا في بيئتنا، وهي عائلة الليبليولدي، عائلة الأشندي، وعائلة الجانفيدي. أما رتبة الرعاشات الصغيرة فهناك عائلتين، هي عائلة الكوينوغراينيدي وعائلة الأجراينيدي. هذا جدول يبين كيف نميز بين الرعاشات الكبيرة والرعاشات الصغيرة. عادة ما يكون في الرعاشات الكبيرة الرأس دائري وكبير ويحتوي على زوج واحد من اللوامس، والرأس في الرعاشات الصغيرة دائر وصغير، هنا دائر وكبير وهنا دائر وصغير، ويحوي على أيضا زوج من اللوامس، إلا أنها لا تقارن مع اللوامس اللي موجودة في الرعاشات الكبيرة. العيون في الرعاشات الكبيرة عادة أيضا ما تكون كبيرة، لأنه الرأس كبير فالعيون كبيرة، تشغل مساحة كبيرة من الرأس، والمسافة بين زوجي العيون زوج العيون عادة ما يكون مسافة جدا قليلة، بحيث أنه في بعض الأنواع قد تبدو خط يفصل ما بين العين اليمنى عن العين اليسرى، على العكس مما موجود في الرعاشات الصغيرة، حيث أن العيون عادة ما تكون صغيرة مفصولة عن بعضها البعض بمسافة واضحة جدا، ويقال أنه لا تتعدى 2.5 قطر العين. الأجنحة في الرعاشات الكبيرة، ومثل ما أشرنا سابقا، عادة أثناء الراحة تكون أفقية على الجسم، وتحوي عادة على أشكال مثلثة أو ثلاثية الزوايا، وطبعا أيضا راح نشوفها في الجاية. والأجنحة الصغيرة عادة أو في الأجنحة في الرعاشات الصغيرة الأجنحة صغيرة ومتشابهة، وتحتوي على أشكال رباعية الزوايا. الأجنحة عمودية على الجسم أثناء الراحة، أفقية. الأجنحة منطوية على البطن أثناء الراحة في الرعاشات الصغيرة، وهذا مر الكلام عنه سابقا. الحوريات كبيرة في الرعاشات الكبيرة، ومثل ما قلنا قبل شوية، وتكون خالية من الغلاصم أو الجلز، يتم التنفس من خلال دخول الماء إلى المستقيم وأخذ الهواء من خلال الحليمات اللي موجودة في المستقيم. أما في الرعاشات الصغيرة عادة ما تكون الحوريات مزودة بغلاصم ورقية في شكل، من خلالها تتنفس الحشرة وتحصل الحشرة على الأكسجين. المقارنة بالصور ما بين الأنيسوبترا والزاغوبترا، مثل ما قلنا أنه في الأنيسوبترا عادة ما يكون الرأس كبير واضح، بينما في الأنيسوبترا الرأس صغير. أيضا قلنا أنه العيون في الأنيسوبترا عيون كبيرة مفصولة بخط واحد، هذا هو الخط، بينما العيون في الرعاشات الصغيرة عيون صغيرة مفصولة بمسافة كبيرة.
وطبعا فاتني أنا أن أقول أنه عادة في الرعاشات الصغيرة العيون بارزة أو مثل ما يسموها جاحظة، بينما في الرعاشات الكبيرة غير جاحظة العيون، إنما تكون داخل صندوق الرأس. الأجنحة عادة ما تكون في الرعاشات الكبيرة، الأجنحة مختلفة. لاحظ أنه الجناح الخلفي يختلف عن الجناح الأمامي، وعادة ما يكون كبير أكبر من الجناح الأمامي، بينما في الرعاشات الصغيرة يكون الجناحين متشابهين. طبعا مثل ما أشرنا أنه في الصفات العامة هناك التخصر اللي قريب من منتصف الحشر، منتصف الجناح، هذا هو التخصر، واللي يدعى بالنودس، بالإضافة إلى البقعة العينية. هذه هي البقعة العينية، هذه هي البقعة العينية، وهذا النودس اللي موجود في جناح الرعاشات الكبيرة. تحوي مثل ما قلنا على كثير من العوائل، إلا أن العوائل اللي موجودة في منطقتنا، ومن أهم العوائل الحقيقة اللي موجودة في منطقتنا، هي عائلة الليبليلدي، عائلة الأشندي، وعائلة القنفدي. وهذه العوائل يمكن أن تفصل بسهولة من خلال هذه الصفات اللي بيّنتها في هذا الجدول. إضافة إلى ذلك يمكن أنه الواحد يطور نفسه، ويمكن أنه يرتب مفتاح للفصل ما بين الليبليودي والاشندي والقنفدي من خلال هذه الصفات. فلاحظ انه الصفات بالليبليودي عادة ما تكون متوسطة في الحجم، وتتلون بألوان مختلفة، منها الأسود، برتقالي، الأحمر، كثير من الألوان. الحقيقة الليبليودي جدا واضحة بالألوان وكثيرة الألوان. أما الاشندي فهي أكبر بكثير من الليبليودي، وبالإضافة للكبر راح نجي لها أيضا نشوف طيرانها شلون، نشوف الشغلات هذه، وذات ألوان ما بين الرصاصي والرمادي. أما القنفدي فهي أكبر حجما من الليبلودي، أصغر حجما من الأشندي، ويمكن أن نكون في بعض المرات تتشابه مع الأشندي، إلا أنه من خلال العيون فالقنفدي تختلف عن الأشندي. الليبلودي طيرانها متوسط، وعادة ما تتواجد في المزارع بالقرب من البيئات المائية، يعني إما أن تركن إلى النباتات المائية وتركن على ضفاف البيئات المائية. والأشندي عادة ما يكون طيرانها قوي وتتواجد بالقرب من البيئات المائية، ويمكن أنه تقف على النباتات المائية في وسط البيئة المائية. لذلك اصطياد الأشندي جدا صعب بالنسبة إلى الباحثين، ولذلك يصنعون الباحثين شباك ذات مقابض طويلة على العكس مما في الليبليولي. والقنفدي عادة ما يكون طيرانها أيضا قوي، وتتواجد عادة القنفدي تتواجد بالأهوار، إلا أنه مع ما حدث للأهوار من تحورات وشغلات، فيمكن أنه تتواجد القنفدي الآن في بيئتنا الداخلية، ويمكن أنه أحد يصطاده من البيئات المائية. العروق في الليبليولدي عادة العروق العرضية ما قبل النودس، ومثل ما عرفنا احنا أنه نودس موجودة بالقرمان، فما بين هذا الخط أو النودس أو التخصر وقاعدة الجناح أي جسم الحشرة، هاي المساحة تسمى ما قبل النودس. فالعروق العرضية ما قبل النودس تنتظم بصفين وتسمى بالعروق قبل النودس. كذلك الحال بالنسبة للأشندي، وكذلك الحال بالنسبة للقنفدي. الفرق المميز ما بين الليبليودي والأشندي والقنفدي هي الحقيقة هذه العروق ما قبل النودس. العروق ما قبل النودس نأتي لها بالشريحة الجاية. كيف تكون العروق ما قبل النودس؟ العروق ما قبل النودس في الليبليودي وفي الصفين اللي قلنا عليهم، واللي طبعا الصفين يعني تكون من خلال النودس اللي هو عبارة عن ما يشبه الشوكة، بالإضافة إلى أنه النودس راح يتقابل مع الأس سي فين
أو سب كوستال فين، وعند قاعدة النودس أو عند نهاية الشوكة راح يمر الراديوس فين أو الأرق الشعاعي، فيسمون هذول صفين. بهذول الصفين هناك عروق عرضية، هذه العروق العرضية تسمى العروق ما قبل النودس. هذه العروق العرضية هي إما أن تكون متقابلة، العرق العرضي في الصف الأول يقابل العرق العرضي في الصف الثاني، وهذا ما موجود في عائلة الليبلولدي. أما عائلة الأشندي فإن العرقين أو العروق الموجودة بالصف الأول لا تتقابل مع العروق الموجودة بالصف الثاني، وإنما تتباين، أي أن العرق الأول لا يتقابل مع العرق الأول في الصف الثاني، وإنما ينحرف عنه يعني تقريبا بالنصف، فيكون متباينة أو alternative. هذه ما موجود بالأشندي. كذلك الحال في القنفدي. إذن القنفدي والأشندي راح تشترك في أن العروق ما قبل النودس لا تتقابل ما بين الصفين الأول والثاني، وهذا طبعا يختلف عما موجود في اللب. إذن من خلال الانتينودس كروز فين أو العروق ما قبل النودس استطعنا أن نفصل عائلة الليبلولدي عن هاتين العائلتين. إذن كيف نفصل ما بين القنفدي والأشندي؟ مثل ما لاحظنا سابقا أو الشريحة اللي قبل، أنه هناك بالإضافة إلى النودس فهناك البتيرستيغماتا أو البقعة العينية اللي موجودة بالنسبة أو بالقرب من الحافة الخارجية. والبقعة العينية هي عبارة عن شكل مستطيل، والمستطيل مثل ما نعرف أنه بأربعة أضلع، فالضلع الداخلي لذلك المستطيل قد يمتد إلى الأسفل مكونا ما يسمى بالبريس فين أو العرق الفضي أو العرق البريس، وهذا العرق موجود عادة في القنفدي بينما غير موجود في الأشندي. إذن للتمييز ما بين الأشندي والقنفدي يأتي من خلال وجود البريس فين، هل موجود؟ إذا موجود فهي قنفدي، إذا ما موجود فهي الأشندي، وبالإضافة إلى أنه نفصل ما بين هاتين العائلتين مع الليبلودي من خلال الانتينودس كروس فين. هذه هي لاحظ الأجنحة بالنسبة إلى الرعاشات الكبيرة، ومثل ما تلاحظون أن الرعاشات الكبيرة عادة يكون هناك تراينجل، يكون هناك ثلاث زوايا، وطبعا ثلاث الزوايا يمكن أن تكون مثلثين، يعني هذا مثلث ويمكن أن يكون هذا أيضا مثلث، لذلك هذا يسمى superior triangle، هذا يسمى المثلث الفوقي أو الأعلى، وهذا يسمى يمكن التراينجل العادي، وهناك مثلث آخر قد يكون في بعض الأنواع يسمونه sub triangle، فالمثلث الأسفل. هذا أيضا لاحظ أنه هناك تراينجل وهناك طبعا التيرستيغما، وهذا هو البريسفين، قلنا أنه الضلع الداخلي للبقعة العينية اللي تكون عادة على شكل مستطيل به أربعة أضلع، فهذا هو البريسفين بالنسبة إلى النودس. هذا هو النودس، هذا هي ما يشبه الشوكة أو التركيب اللي يشبه الشوكة، واللي مكونة من صفين طبعا، هذا صف اللي هو هذا الاس سي فين او سب كوستال فين، بالاضافه الى العرق الشعاعي، هذا العرق الشعاعي اللي عاده ما يلتقي بالبريس فين مكونا صف اخر، هذا هو الصف الاخر. فاذا نلاحظ انه هناك تباين ما بين الصف الاول والصف الاخر، وكيف انه الصف الاول والعروق الانتينودس بالصف الأول لا تتقابل مع ما موجود بالعرق أو بالصف الثاني، وهذا طبعا ما يميز الليبلولدي عن القنفدي والأشندي. أما الزاغوبترا أو الرعاشات الصغيرة فمثل ما قلنا أنه تحوي على عائلتين، وهذه العائلتين موجودة، أحدهما موجودة بالمنطقة الجنوبية اللي هي الكوينغرايندي، والأخرى موجودة بالمنطقة الشمالية أو اللي هي الأجرامينيدي.
وكلاهما عبارة عن حشرات صغيرة يمكن أن تتلون بألوان جميلة، وعادة ما تكون بالكوينوغرينيدي ألوانها نعم جميلة إلا أنها غير لماعة، وهذه تختلف عن الأجرايونيدي اللي عادة ما تكون لماعة. عادة ما تتواجد بالقرب من البيئات المائية، والحقيقة اصطياد الكوينوغرينيدي أو الأجرايونيدي أو بشكل عام اصطياد الزايغوبترا اصطياد سهل من خلال يعني الضعف في طيرانها، لذلك الواحد يمكن يصطادها مو حتى فقط في الشبكة وإنما حتى باليد يمكن أن يصطادها. وفي الأجرايونيدي حشرات صغيرة ألوانها تقريبا واحدة، وعادة ما تكون لماعة وتتواجد بالقرب من جداول المياه السريعة، لأنه مثل ما قلنا هذه تتواجد في المنطقة الشمالية بينما هذه تتواجد في المنطقة الجنوبية، فهي تتواجد في المياه أو قريبة من المياه شبه الراكدة. تعيش في المناطق الجنوبية من البلاد وتعيش في المناطق الشمالية من البلاد كما أشرنا. والعروق العرضية قبل النودس في الصف الأول يكون عددها ما بين 2 إلى 3. لاحظ أنه العروق قبل النودس في الرعاشات الكبيرة تكون على صفين، الصف الأول أو الصف العلوي والصف السفلي، بينما في الرعاشات الصغيرة العروق قبل النودس نأخذها من صف واحد اللي هو الصف العلوي. كم هو عدد الانتونوتس كروس فين؟ هل هو عدد 2 أو 3؟ إذا كانوا 2 أو 3 فهي تابعة إلى الكونوغرانيدي. أما إذا كانت أكثر من 5 عروق قبل النودس فهي تابعة إلى الأجرانيدي. الأجرانيدي طبعا يقال أيضا أنه الأجنحة بيها، يعني الكونوغرانيدي عادة ما يكون الجناح حاوي على مثل ما يسمى البيتولوت أو حاوي على السويق، إن شاء الله إذا موجود بالشريحة الجاية، وإذا هذا نرجع إلى الشريحة اللي قبل. فإذا كانت موجودة عادة الجناح في الكوينوغرينيدي يحوي على سويق مبين، يعني تخصر بالجناح، بينما بالأجرانيدي عادة ما يكون التخصر مو قوي مثل ما موجود في الكوينوغرينيدي، وكأنه يبدو أنه الأجنحة في الأجرانيدي تتصل بالجسم من خلال منطقة عريضة. هذه هي الجناح الزايغوبترا، ولاحظ انه جناح الزايغوبترا شلون تكون بها الستوك، هذا الستوك او الساق، وعادة ما يكون وونج ستوك، هاي عادة ما يكون هذا الساق موجود وبشي واضح بالكوينوغرانيدي. ومثل ما قلنا انه لاحظ هناك أشكال مربعة تتواجد موجودة في هذا المكان قريب من الأركلس، هذا الأركلس، ولاحظ أنه الأركلس هو عبارة عن أيضا قوس أو العرق القوسي يسمونه، اللي هو تلتقي بالعروق المهمة والعروق التي يعتمد على في تصنيف الحشرات، وهو العرق الشعاعي والعرق الوسطي والعرق الكعبري أو الكوبيتس فين. فنلاحظ أنه 2 انتونوتس كروس فين، هذا واحد هذا 2، فإذا هي تابعة للكوينوغرانيدي. أما إذا كان العروق قبل النودس أكثر من 5 فهي تابعة إلى الأجرانيدي، وطبعا هنا يمكن بالرسم ما توفر جناح الكوينوغرانيدي، لذلك شوية يعني من خلال وجود الكوينوغرانيدي فين يمكن الواحد يتصور كيف سيكون جناح الأجرانيدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.